بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد معكم أخوكم علي الزاير. في مقطعنا اليوم راح نوزع لوب إيقاع، هي توضيح للفكرة على عمل أساسا هذا العمل أنجز من مدة طويلة تقريبا أكثر من سنتين، ولكن علشان نطبق فكرتنا اليوم نسمع العمل. طبعا هذا العمل فيه إيقاع إله سابقا، ولكن احنا اليوم راحين نوزع إيقاع عليه، يعني هذا الإيقاع اللي كان موجود فيه واللي أساسا أخرج العمل عليه. نسمع الإيقاع. أكيد شباب، أنت بعد مدة طويلة عندك أفكار ممكن تطلع في الأعمال السابقة أو نفس العمل اللي أنت شغال فيه، ممكن اليوم تطلع لك فكرة إيقاعية، ممكن بعدين أو بكرة تطلع لك فكرة إيقاعية مختلفة، ولكن كيف أنت تستفيد من هنا مكتبة الهاليون في هذه مكتبة البي بوكس واللي راحين نشتغل عليها اليوم على هذا المقطع. بالنسبة لمكتبة البي بوكس، هي تعتمد طريقة البيت واللي تشبه بشكل كبير بيت ديزاينر اللي موجودة. فأول ما أختار أنا البي بوكس أعمل هنا ريسيت علشان تطلع لي جميع الخيارات اللي موجودة هنا. لاحظ 215 لوب موجودة، وأرجع وبرضو أوضح أنه هو يعتمد اللوبز اللي جاهزة. فأجي هنا الأكوستيك وراح أختار هذا اللوب. لما أجي للماكرو هنا هذا الشكل المكتبة، انت تقدر طبعا تشكل وتلون على كيفك، واحنا تكلمنا عن هذه في مقاطع الهاليون وفصلنا فيها، ولكن اليوم راح نطبق على هذا العمل ونختار اللوب اللي نشوفه مناسب. فبداية علشان اسمع اللوب هنا راح اختار هذا الكوبلي من 4 bars، وطبعا يرجع الكوبلي 4 bars. ادخل الى الميدي اديتر واشوف النوتة اللي انا ابغاها. لما اجي هنا فعندي السي او عندي هذه الدي 2، اجي هنا الى الدي 2، هذه الدي 2 واختارها على طول الكوبليه اللي انا ابغاه. فلما اجي هنا اسمع الان العمل راح يكون معاي هذا اللوب شغال، راح يبدا اكيد من بدايه الميدي نوت. راح اختار ال4 bars الاولى واعيش انا مع هذا الكوبليه، وممكن ان اشكل في هذه الفاريشن. الفاريشن اللي اقصده شباب، هنا عندك رقم 1 اللون الازرق، لاحظ انا عندي رقم 1، عندي رقم 2، عندي رقم 3، راح اوريكم كيف برضو نستفيد منها مباشرة على هذا الكوبليه اللي شغالين عليه. فالان انا شغال على الكوبليه الاول وشغال على الفاريشن رقم 1. قبل ما انت تشتغل تقدر تسمع الكوبليه بدون ما تسمع العمل وتختار تشكيلة الإيقاع اللي أنت تبغاها. لو قلنا أن هذا فاضي ما في شيء، فأنت ترسم الإيقاع اللي تبغاه وبعدين تسمع العمل. فهنا يعطيك إمكانية أنك تسمع بدون ما تسمع العمل. يعني أنا بعض الأشياء اللي أحب أسويها، أجي هنا وأخفف صاير صوتي قوي، برضو ممكن أغير الطبقة، حالة الأشياء اللي إليها علاقة بتغيير الطبقة بالإكوالايز بالتيوب بالريزنس بالكات أوف، هذه أنا أفضل أنك وانت تقعد تسمع العمل. لكن مبدئيا أنت تحب أنك تشكل تشكيلتك الإيقاعية وبعدين تدخل على العمل، فأنا عمل تشكيلتي الإيقاعية اللي أحبها وبعدين راح أسمع على العمل وأختار برضو أشياء. نسمع الآن. على جنب الضمير.
الآن أنا اخترت التشكيلة اللي أحس أنها جميلة مثلا على هذا العمل. الخطوة الثانية وأنا قاعد أسمع برضو أختار طبيعة الخامة. الآن أسمع وأشوف أغير طبقة الكيك. ضخمة واجد شكلها. انت الان بتعتمد على احساسك انت كمستمع. برضو شباب اقدر اغير هنا لاحظ من نوعية السنير. شباب ممكن يعني الواحد يتبادل ذهنه بطريقه مزعجه، لا وقف شوي ارتاح خذ راحه سمعيه شوي وارجع، لان انت الان قاعد تبغى تشوف الافضل لك مثلا السنير وبعدين تروح وتختار الكولابس مثلا. فالان انا راح اكتفي باختيار السنير واشوف الكولابس. طبعا اكيد انت تختار علشان تتحكم. صار اهدى لما اخترت الهاي هات. فالآن أنا أقدر أقول أن هذا الكوبلي اللي أنا اخترته الآن حبيته على هذا الجزء من العمل. الآن الكوبلي الثاني راح يكون في الفاريشن 2. تجي إلى الكوبلي الثاني وتشوف الشكل اللي أنت تبغاه هنا. مبدئيا أنا راح أختار السنير بالطريقة هذه. لما اجي الان علشان كيف احول من الواحد الى الاثنين، فافتح هنا لاحظ شباب لما اختار ثلاثة اتغير، ولما اجي اختار الدي هنا دي ثري برضو اتغير لاثنين. معناته من اجي هنا واختار السي ثري، وقبل بداية الكوبلي هذا اختار الدي. فالان لما اسمع راح تلاحظه
ينتقل إلى رقم واحد وبعدين ينتقل إلى رقم اثنين لما تجي هذه. واحنا نعرف شباب انك في الانتقالات هذه مو جميل انك تنتقل مباشرة للإيقاع، في عادة يسموها الفيلز. فأجي هنا إلى ثلاثة واختار لي تشكيلة، أسمع الآن وأسوي لي ألون لي التشكيلة أول. فراح تكون لي هذه الفيلز اللي تنقلني الى الايقاع الثاني. اجي هنا قبل فراح ينتقل للفيلز وبعدين يروح الى الفاريشن هذا. نسمع لاحظين شباب، وبرضو تقدر تستفيد من بقية الفاريشن اللي موجودة وتلون أكثر وأكثر. لما على سبيل المثال تجي تختار برضو هذه تقول له كوبي وتجي هنا وتقول له بيست، وبرضو تعمل عليها يعني تلوين مختلف شوي. نسمعها وتجيبها على سبيل المثال هذه رقم 4 هي الاف، فتجي هنا للاف. لاحظ هنا نرجع نسمع، راح استفيد منها هنا يعني علشان ما تكون واجد. نسمع من البداية. لاحظين شباب، والآن أنا راح أكمل علشان نسمع الجملة كاملة. نعم راح تكون هنا اختيارات ثانية، ولكن أنا حاليا علشان لا يطول المقطع راح أكتفي فقط بتكراره. فنسمع الآن. مثلا هنا برضو استفيد منه واشوف. باعتبار ان هذا الجزء صار فيه هدوء. لاحظنا الشباب، فهي الفكرة مثل ما شفنا، انت تقدر تروح فيها بأعماق أعماق الشيء اللي انت تفضله وتلون وتشكل بما يحلو لك. انا غرضي من هذا الفيديو ان يا شباب من منكم عنده الهاليون وجاء لهذه المكتبة البسيطة وحاول يستفيد منها ويستغلها بالشكل اللي هو يتناسب معه. اتمنى شباب هذا المقطع يكون وضح لكم هذه الفكرة. اكيد باقي بعد نهاية المطاف انك تحولها الى الاوديو وتمزجها مع العمل بالشكل اللي يتناسب معك في الميكس.
الزلاحين. أتمنى شباب يكون المقطع هذا فادنا بشكل مناسب، وهذا كل شيء بالنسبة للمقطع اليوم. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.